كابتن بلال، الروح العالية وشخصية النادي الأهلي تغلبت اليوم على صعاب كتير. طبعا شوط أول جيد يعني صحيح، لو قسمنا كده لو بنتكلم يعني، فالشوط الأول جيد من لعيبة النادي الأهلي. كان في تركيز، في إصرار، اللعيبة المدير الفني مذاكر صح، لعيبة مركزة النهاردة في الملعب بشكل كويس، كان عندك جولز شغال عليها النهارده في الملعب، حققتها بنسبه عشان كده انت قلت شوط اول جاي بالظبط. لسه في شوط ثاني، لسه في شوط هنا في القاهره، وضع طبيعي. الشوط الاول خد بالك، انت دايما المباريات النوك اوت، المباريات الذهاب دايما بتبقى مباراه السبيريت اكتر منها اي حاجه ثانيه، وبعض وجزء من التاكتيك طبعا اكيد مليار في الميه، لان انت بتبني التاكتيكس بتاعتك على ازاي تحافظ على شباكك نظيف. صح، خد بالك، وده اللي وصل ده اهم حاجه في طبعا البداية. وده اللي وصل الاهلي انه في 9 ماتشات في افريقيا ما يجيش فيه غير جول واحد بس. مزبوط. في دوري المجموعات وفي الدور وفي السيمي فاينل، والنهارده بنتكلم يعني في الماتش بتاع السيمي فاينل. الاهلي اجاد بشكل كويس، لكن نقطه صغيره بس احب يعني لازم ننوه فيها، في مشكله في 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 في, في التعامل ما بين مصطفى وما بين خط الدفاع. خد بالك في الكرات في اللونج باس تحديدا، يعني بحس ان في الاخر ان مفيش كلام، مفيش كونكشن ما بين، مفيش يعني مفيش اتصال ما بين الاتصال شفوي طبعا. يعني بتكلم على اللغه، الكلام، اللعيب في الملعب ممكن تلعب، ما ينفعش تبقى اخرس الملعب بس بتتكلم، سواء اذا كان هنا او هنا، ولازم يبقى في اتفاق يا كابتن ايمن، اتفاق مسبق ما قبل المباراه. اللونج باس كلها تمام، لازم الجول هو اللي يطلع ياخد خلاص. في كل العالم في الوقت الحالي مفيش مدافع بيجري ورا الكوره، خلاص انتهى الموضوع ده، اصبح منتهي. الا اذا بتتكلم في كوره مثلا في نص، يعني هجمه مرتده في نص الملعب، فبالتالي انت عندك وقت انك تجري مع مع مع, مع المهاجم. لكن الكرات الطوليه اللي بتنط قريب من 18 خلاص دي بتاعت الجول كيبر، خلاص كل الناس بقت تشيل من فكرها انا هجري ورا المهاجم ولا لا، خلاص دي بتاعت الجول كيبر 100%. فلازم مصطفى الحته دي يركز عليها بشكل كويس، لأن طبعا حارس واعد النهارده عمل مباراه رائعه فوق طبعًا. يعني فوق الممتاز الحقيقه يعني صحيح. تدخلاته كلها مظبوطه، التايمنج بتاعه مظبوط، الريفلكس بتاعه رائع جدا جدا النهارده في معظم الكرات اللي اتعامل معاها، تعاملها بشكل رائع جدا جدا جدا. فالنهارده الشوط الاول حققت فيه كل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه، مش كل، لا من وجهه نظري كل اللي انت عايزه. خد بالك يا كابتن، ما انت بتحسبش هدف من ضمن الاهداف. خد بالك، انا هقول لك بس على حاجه عشان بس نبقى منصفين. اتفضل. انت برضو جه عليك 5-6 فرص طبعا، فلو هتقول انا اصل انا جات لي فرص، ما هو الفرقه الثانيه جات لها فرص صح، فاهم قصدي؟ فانت النهارده من وجهه نظر الشخصيه حققت كل اللي انت عايزه. انت رايح هناك عايز تحافظ على شباكك نظيفه، عايز تقول للخصم ان انا مش صيد سهل، هتلعب في ملعب سيء في اجواء صعبه جدا بالنسبه لي، في ملعب نجيل صناعي الدنيا صعبه جدا، بس مش عارف تسجل اهداف. وده اللي انت حققته هناك بالفعل. بالعكس انا شايف ان انت حققت العلامه الكامله هناك. هتقول لي بقى اصل انا جالي انفراد، ما هو جاله برده 3-4-5-6 فرص، كان ممكن واحده فيهم تلطش تيجي جول، 2-3 طلعهم اتعامل مع مصطفى بشكل رائع جدا، كان ممكن واحده فيهم تيجي جول. هي الحسابات بتبقى كده، لكن في الاخر انت النهارده عملت ايه؟ انت ضغطت في البدايه، عملت له ارهاب في البدايه، صنعت فرصتين في البدايه كان ممكن تستغلهم بشكل كويس، وكان ممكن الجيم يتغير، لكنك برده في الجيم لعبته بشكل جيد. انت النهارده شابوه لعيبه النادي الاهلي الحقيقه. صحيح. تمام؟ النهارده انت بتلعب النهارده مش نقص عددي، لكن بتلعب نقص في اللياقه البدنيه عند 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 معظم اللعيبه اللي موجوده عندك. انت النهارده عبد القادر غصب عنه عنده مشاكل بدنيه. صح. رضا عنده مشاكل بدنيه، انت فاهم قصدي؟ بيرستاو عنده مشاكل بدنيه. مجدي قفشه ما بيلعبش بشكل مستمر. لعيبه عندك عندها نقص بدني كبير، ومع ذلك انت قدرت تواصل للمباراه من بدايتها. انت اجهدتهم بدنيا على فكره النهارده. صحيح. الشوط الثاني بان عليهم 75. صح. هو خلاص هو كمان اجهد بدنيا، مش قادر يعمل اللونج سبرنت ولا الشورت سبرنت، مش هو خلاص وصل لمرحله انك انت اجبرته على انه يلعب الكره اللي انت عايزه يلعبها من بدايه الماتش، اللي هو ايه؟ واحده الثانيه العب كره طويله، عندي جول كيبر وعندي 2 سنتر باكس موجودين، بطلع وبقفل وبلعب كويس. النهارده هاني في اوقات كتيره كان حقيقي اجاد، في بعض من الاوقات بنقول عنده مشاكل في الحته دي، لكن النهارده اجاد، عمل التغطيات في اوقات كتير جدا بشكل كويس. فرقه الاهلي بشكل عام النهارده ادت مباراه من وجهه نظر الشخصيه مباراه رائعه. كولر تعامل النهارده مع المباراه بشكل مختلف، يعني انا من المرات الحلوه اللي بشوفه بيتعامل مع الجيم بواقعيه وبشكل جيد جدا 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 الحقيقه. تمام؟
تشكيل في البدايه تشكيل ممتاز، اللي بيجيد عندي بيلعب من البدايه تمام، التغييرات كمان ما تاخرش كتير في التغييرات، يلا رضا سنين حط وبعدين اكرم اتعور فحط نزل مجدي قفشه، تغييراته كمان كانت جيده. الاهلي النهارده لا يعني بيقول لا انا 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 في اتجاه الصحيح للفاينل، في اتجاه الصحيح للفاينل ان شاء الله. مباراه القاهره مباراه هتبقى صعبه مش سهله جدا، مباراه صعبه جدا. لا لا جدا، الفريق كويس عندهم سرعات عندهم قوه بدنيه بيعرفوا يلعبوا الكره على الارض والاجواء هتبقى غير الاجواء، والاجواء هتبقى مختلفه طبعاً. تماما خد بالك انت اللي هتبقى مطالب انك تسجل، فانت اللي هتفتح الجيم. النهارده انت قافل الجيم بشكل حلو قوي، قفلت الجيم بشكل كويس ولعبت عليهم بشكل كويس نفسيا وخططيا. خد بالك نفسيا لما في اول 10 دقايق بتضغط في كل حته في الملعب، فبتقطعوا وبتروحوا وبعدين واحده بالعرض تروح لوسام يطلعها من جنب العارضه، واحده تروح لرضا المفروض يسجل هدف، كره ثانيه لوسام. ارهقته نفسيا في بدايه المباراه، وده كان شغل رائع جدا من المدير الفني. وده اكيد مش بس اللعيبه اللي يعني هي اللي قامت بيه، اكيد المدير الفني هو اللي ادى تعليمات ان من بدايه الماتش لازم ابتدي اضغط، لازم ابتدي ارهقهم نفسيا في الماتش، لازم ابتدي اقلقه، وده اللي انت عملته. خد بالك وده اللي قلقه طول الماتش يا كابتن.